وقد انطلقت اليوم عمل الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية. وتناقش الدورة الحالية التي تستمر يومين العديد من الملفات بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي بما فيها القضية الفلسطينية. وتعد الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي النشاط الأبرز الثاني للمنظمة بعد الاجتماع طارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.